تعالى يا غالي اقول لك في السريع على اقوى عض الاشرس 5 حيوانات في العالم، والاخير حرفيا مش هتصدق قوه عضته المرعبه. ورقم 5 الاسد الافريقي، واللي يعتبر واحد من اقوى واضخم انواع الحيوانات المفترسه على كوكبنا الارضي، وبعيد خالص عن انه ملك الغابه وكل الحيوانات حرفيا بتخاف منه وبتعمل له الف حساب، الى ان قوه عضته الواحده بتوصل لحوالي 850 رطل بس، يعني مش قويه قوي. ورقم 4 النمر الهندي، واللي قوه عضته ممكن توصل في بعض الاوقات لحوالي 1250 رطل، يعني اقوى من الاسد نفسه. ورقم 3 فرس النهر، وده بقى يا غالي قوه عضته بتوصل لحوالي 1900 رطل، لدرجه كمان انه يقدر ياكل بطيخه كامله في قطمه واحده بس، انت متخيل؟ ورقم 2 تمساح النيل، واللي قوه عضته الواحده بتوصل لحوالي 3700 رطل تقريبا، علشان كده يا غالي صعب على اي فريسه انها تعرف تهرب من فكه بسهوله. ورقم 1 والاخير سمك القرش الابيض، واللي يعتبر صاحب اقوى عضه في العالم، لدرجه كمان يا غالي انها ممكن توصل لحوالي 4000 رطل كاملين، وده فعلا رقم مرعب. واجمل حاجه بقى يا صديقي ممكن تعملها في يومك كله انك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. سلام.